بسم الله الرحمن الرحيم. در محضر قاری و حافظ کل قرآن عظیم الشان احمد جان قرار داره. انشاءالله که موفق باشه. از افتخارات جامعه قرآنی افغانستان ما که انشاءالله در مسابقه که بخیر پیشوری دارن، شاید فردا انشاءالله نوبتشون برسه، مسابقات بین‌المللی کشور عراق آمادگی‌های خوب را الحمدلله گرفتم و قرار است که افتخار بیافرینم به بخش حفظ انشاءالله. ما تمرینی سوال میکنیم که تا آماده باشم بخیر به فرضا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. از اینجا بگویم اشکالات اشکال نداره. خوب است از اینجا بگویم اشکالات است. های اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اینجا ها باید اظهار شود. اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر. وأطهر چون توجه روی حرف الطامرة مطبقة است و مستعلية است، دو صفات قبيلة داره. از این خاطر حمزه ضعیف قرار میگیره، حمزه پر میشه، میگه وأطهر، قرار که حمزه است و اطوها عم زباط مش بيروي طه. والله يعلم وانتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ما شاء الله. سؤال دوم. سؤالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا
أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. قصوى. واو باس كده. قصوى. قصوى. قصوى و و. كده ما. ولا. ولا قصوى منكم ولا تبعتم. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسیار عالی. قبل از مقام چی بود خوانده شما؟ راست خوانده یا راست؟ راست بود یا باید بود؟ نه باید بود. عالی نهان است. درست نهان دقاست کرده شما؟ بله. خیلی خوب بخاطر که تنوع باشه نه؟ سوال اول بخاطر بسه اینجا نمرات نغم و مثل نغم و صوت. بله شما. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. یک حالا نمیدونم که مثل که مقاری برادر ایرانی ما از من سوال کرد گفت که در بحث چی میگن؟ آقای مدیان گفتن اختلاس ما میگیم اختلاس کل حرف ما چی گفت؟ آکسان آکسان ها بیشتر سوال کرد استاد آکسان ها چطور از موضوعش؟ بحث آکسان ها یا بحث اختلاس فل حرف ما دوتا غشیه هم بود دقت کردیم؟ فاتبعه هم فرعون بجنوده فغشیه هم ایش خوب بود من الیم ما غشیهم ای اختلاس فی الحرف باید اشباه رو چی شود؟ حرکات صورت بگیره. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم فهمیده چی میگم؟ هر دو تا روی آیه خدا خیلی غشیهم بله.
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم غشيهم نشا غشيهم حركات بال فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم بسیار عالی. یک نکته دیگه به خاطر ببینید یک چیز به نام مرونت صوت داره. بیشترم با آقای شیخ میثم تمام صحبت میکردیم. مرونت صوت در قسمت مرونت صوت در کجا میتونی اضافه بکنی؟ مرونت صوت در غنده ها ببینید کدام حد میتونی اجرا بکنی؟ میگه که غنده های باید یک مک مرونت صوت اضافه شده قشنگ میشه ترتیب خونی ادامه دوباره میره لطف کنه. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم أضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدو وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. حركات مد الطبيعي الجاز هوى ازياده فقد هوى واني لا ادم واني لغفار لمن بسرعه غني ابتدى بشكل متنيش رجعت نغى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هيك سؤال أخير بكلم دقة. ما شاء الله نور فوق نور الحمد لله على كل حال. إيه سؤال دقة كمان جاندار ترز بتاعهم معنا دقة إن شاء الله يقين دارهم كي بخير. جواب ميجي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون من الذي الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ما شاء الله إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به سؤال توعظون به دوباره
ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. صدق الله. صدق الله العلي العظيم. أحسنت يا محمد جان. طيب الله خيري علي. افتخار مسلم ما شاء الله. جامعة قرآنية افغانستان الحمد لله مملو از استعداد است الحمد لله. امروز جامعه می درخشد در حقیقت با این توانمندی هایی که داره. امروزه فقط نیاز به رضی است که باید حمایت صورت بگیره. بیشتر از این نگردیم که از کدام قوم، از کدام ملیت و از کدام مذهب است. همه دوست دارن که خدمت بکنن برای دین، برای قرآن، برای اسلام و برای خاک خود، وطن ما افغانستان. تلی افغانستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.